سابقا شفت فيلم مثلا. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مدينه تطوان. عندنا هذه الحاله ماساويه، هذه السيده اللي كتشوفوا امامكم متسبعينها كانت بعينها للاسف ومع المرض ديال السكر، جاها مرض السكر ومبقاش كتشوف بجوج ديال العينين، هذه مده ديال 7 سنين تقريبا للاسف. بعد ما كانت مجوجه والان مطلقه وحيده بوحديتها وساكنه في الفنيدق، الان هي كتعيش مشاكل كبيره خاصه في هذا الزمن كورونا. كانت كتمشي لباب السبته المحتله وكتجيب السلعه كما كيجيبوها مجموعه ديال النساء التهريب المعيشي، ولكن للاسف بعد ما خانتها الصحه ديالها متسبعينها ومبقاش كتشوف بجوج ديال العينين للاسف، بعد ما طلع على السكر ومشات لها الشبكه ديال العينه، الان كتعيش مشاكل اجتماعيه كبيره. غادي نسمعوا على لسانها متسبعين كنشوف تيفي. تفضل لاله قول لي هضر بجوج. السلام عليكم، انا الصديقه عائشه من مدينه تطوان. انا كنت في الصحه ديالي ما عليا ما بيا، تنخدم هنا وهنا في الميناج باش ما تعادش، واحد النهار تلقيت مرض السكري ومشالي البصر ديالي، مشالي الشبكة ديالي، مشالي السكر، مشيت بقاو تيقولولي الناس تيدوني لباب الديوانة تعرف المعيش بيه، تنجيب داك القوت ديال المعيش اليومي. نهار لي وقفت الديوانة لقيت راسي في الزنقة، ما عندي لا حليله ما عندي لا ولد لا بنت لا راجل من يدخل عليا حتى خبزة. ديك راه تجمع عليا والخبزه ما لقيتهاش، هادي هي الحاله ديالي. شنو كطلب انا؟ انا تنطلب المحسنين يعاونوني، انا قدامهم تيشوفوني مجموع عليا الكرا والدوار والانسولين والبسطيات وكلشي، دابا تنلقى حتى حاجه خبزه ما تنلقاهاش، يديوني غير الناس من ناكل عندهم. اذا كما سمعتم متسبعين كنشوف تيفي ان هذه السيده هذه كتكون في الفنيدق الان مع شي ناس هنا في مدينه تطوان، بعد ما جاها مرض السكري للاسف ومشات لها الشبكه ديال العينه، هذه مده ديال 7 سنين وهي ما كتشوفش مسكينه، وكتشتغل في المعبر الحدودي باب السبته كتجيب السلعه كما كيخدموا النساء رجال التهريب المعيشي، لكن للاسف بعد ما تم اغلاق المعبر الحدودي فوش النساء ورجال التهريب وجات كورونا كذلك وقعوا مشاكل كبيره، وهي كتعاني الان يعني بوحديتها في صمت وما كتشوفش يعني كفيفه، بعد ما كانت كتعيش حياه طبيعيه سابقا مع الزوج ديالها للاسف انهم فارقوا وطلقت مطلقة الآن، ولكن مع هذا المرض للأسف متسبعين يعني زاد لم المعاناة ديالها كما كتشوفوا، هذا هو المشكل. إذا زيد لاله قلنا حكي لنا بالضبط شنو حاسين ديالك شنو؟ أنا 69 زايدة 69 وأنا 69 هذه هي الحالة ديالي. تفضل. هذه هي الحالة ديالي، الحالة ديالي قبل ما مرض السكر كنت مزيانة تنخدم بعيني برجلي صحتي تنخدم ميناج تنخدم أي حاجة. نهار لي مشالي البصر ديالي ما لقيت غير باب الديوانة، تيقودوني الناس تيديوني، تنجيب قوت يومي ما كاينش شي حاجة من قوت يومي، إلا جلستي غدا تبقى بالجوع. نهار لي سددت باب الديوانة لقيت بالزنقة، جمع ليا الكرا عندي الكرا، الصحة ما عنديش، العينين ما عنديش، ما عندي لا ولد لا بنت لا من يعطيني خبزة، خبزة هي الأخرى ما عنديش لي يعطيني، غير الناس مساكين تبع باب الديوانة داوني باش ناكل الخبز. هذه الحالة ديالي اخواتي المحسنين والمحسنات. وانت ملي قبل كنت كتمشي للديوانة كنت باقي كتشوف بعينك ولا؟ قبل مدة دابا 7 سنين وقع لي 7 سنين باش بقى لك مشكل في عينك. صحيح كنت بعيني 7 سنين باش مرض دابا. ما اول دوز لي السكر عام مشالي العينين. الشبكه مشات، يعني انا ما قودوش الناس مازال مازال نخرج. دابا انت ساكنه في فنيدق؟ انا في فنيدق. عليك الكرا قلتي؟ عليك الكرا. شحال؟ عندي كرا عليا. قول لي. الكرا. وشنو مول الكرا كيطالب بالكرا؟ ها؟ مول الكرا كيطالبك بالكرا؟ كيطالب بالكرا. شنو؟ كيطالب بالكرا ديالو. ضروري خصني نعطيه الكرا ديالو. انت عندك عام قلتي الكرا؟ ها. وشنو خلصتي له شي حاجه ولا باقي؟ لا باقي. ضرب معنا بالجوج باش تسمعوا. تفضل. لا باقي ما عنديش الميناء. ما عندكش ما يجيب له الفلوس. ما عنديش ما عنديش انا حتى واحد، ما عندي لا ولد لا بنت لا راجل لا حتى واحد. للاسف. اذا كما سمعتم السابقه نشوف تيفي ان هذه السيده هذه يعني كتعاني بعد ما انك في الصحه ديالها للاسف. وجا مرض عفوا داء السكري لمده سنه ومشات لها الشبكه ديال العينه بجوج ديال العينين الان.
سبع سنين هذه باش وقع لها هذا المشكل هذا، وهي كتعاني في صمت طبعا، مطلقه ما عندها لا وليدات لا والو. نتمنوا بالفعل المحسنين يصحوا الايادي البيضاء يعاونوها. الرقم الهاتفي وكيبان لكم امام الشاشه، الرقم الهاتفي ديالها وانتم كتشوفوه، وغادي نذكركم به كذلك متابعينا 06 55 66 00 91. غنذكركم متابعينا كذلك 06 55 99 00 91. هذا هو الرقم ديال السيده اللي امامكم كتعاني في صمت، يعني هي مسكينه كانت عندها العينين ديالها. حنا كنعرفوا الدور ديال العينين في الحياه اليوميه ديال الانسان، ولكن شاءت الاقدار انه مع مرض داء السكري مشات لها الشبكه ديال العينه لمده 7 سنوات وهي ما كتشوفش. بعد ما كانت كتشتغل في المعبر الحدودي باب سبته كتمشي تجيب القوت اليومي ديالها والظروف المعيشيه، ولكن للاسف مع الاغلاق المعبر الحدودي مع زمن كورونا معاناه اخرى كتنضاف لهذ السيده، اضافه الى عام ديال الكرا كما سمعتوا. نتمنوا بالفعل ان شي جهه معينه انها اللي دير يد الله مع هذه السيده وتعاونها، ونتمنوا بالفعل المحسنين يعاونوا هذه السيده. قلنا لا قبل ما نقطعوا هذا المباشر، شنو كتقول؟ عاودنا القصه باش نقطعوا هذا المباشر، تفضل. القصه ديالي انا كنت صحيحه مزيانه، كنت متزوجه ما كتبش، تفرقت انا والراجل، جيت من باب سته، كنت صحيحه في 2013 مرت برد داء السكري، مشات لي الشبكات العينين بجوج، بقاو تيدوني الناس غير تيقودوني الناس تيديوني، تنجيب القوت اليومي، ما درت لا كرا لا حتى شي حاجه، غير ما ندرك الدواء وما ناكل. واليوم انا تقديت باب سبته انا ترميت، ما لقيتش حتى الخبزه هي مخليه ما لقيتش. اذا كما سمعتم متابعينا طبعا هذه معاناه ديال هذه السيده، نتمنوا بالفعل الايادي البيضاء والناس اللي غادير الخير والناس اللي غتمشي للعمره وغتمشي للحج. ها الحج امامكم، ها العمره امامكم، ها الرقم ديال الهاتف امامكم، اتصلوا بالسيده اللي باغي يدير الاجر ولا يمشي للعمره ويشد لوطيل والطياره وهذا، ها هو الاجر مباشره عن سيدي ربي. شكرا لكم، كان معكم معتكف كالعاده في هذا البث المباشر، الى اللقاء في مباشر اخر.